ثلاثة. نعم أيوة. كتبت الإحسان. نعم أيوة. الإيمان تجعلها كذا كذلك. ثلاثة. تصغر تصغر خليه صغير شوي. أيوة. الإلهيات النبوات السبعيات إلى ألف. أيوة أيوة. نعم نبوات أيوة والسبعيات. نعم وثم تجعل الإلهيات كذلك ثلاثة. واجب جائز مستحيل. واجب جائز مستحيل. أيوة. الآن تجعل هنا اللهم صل على سيدنا محمد. تكتب الواجب ثم نريد بعدها تكتب أربع تقسيمات. فهمت كيف؟ الواجب واجب أربعة تقسيمات. أربعة. نعم الصفات. شيخ حسن أين الصورة التي كتبناها قبل المرة الماضية؟ الصفات الصفة الأولى النفسية. نفسية أيوة. نعم أيوة. والسلبية أيوة. والمعاني ألف. معاني والمعنوية أيوة. النفسية وصفة واحدة الوجود. وهنا القدم البقاء. ومخالف للحوادث. مخالف للحوادث. نعم القيام بالنفس. الوحدانية هذه بالنفس. ألف. تكتب ألف بعد الباء. أيوة بعدين لام. نفس. أيوة نفس. نعم الوحدانية. وهنا نعم القدرة. قدرة إرادة. إرادة. والعلم الحياة. الكلام السمع البصر. لا لا أريد هنا البصر. اسمع على هكذا صغر السمع. أيوة. وهناك أيوة قدير. مريد. عالم. نعم ايش هذه حي. حي. نعم المتكلم. نعم السميع. سميع. بصير. ايوه طيب تتوجه هنا شيخ حسن تصور هذا على الجروب وتبعث لي كذلك. يلا تشرح في ماليزي. من يشرح؟ من مستعد يشرح؟ ها كاظم. يلا يا كاظم يلا تعال. مشغول. ها من خليفتك؟ يلا شيخ فارس بسم الله اشرح.
وقف وقف، اعطيني هذا، حطه انت. ايوه ها، كيف؟ يلا ماليزي ولا عربي؟ يلا ماليزي، يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيه أعطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت تقول لهم تنظروا إلى جروب، ها حتى يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Di kat sini kita ada pembahasan ilmu syariah terbahagi kepada tiga. Yang satu salah di aksam tu. Nah, syariah salah tu. Kali pada tiga, yang pertama al-Islam, yang kedua al-Iman dan yang ketiga al-Ihsan. Ma huwa al-Islam? Ma huwa al-Islam? Tadi kita baca hadis al-Islam an tashhada illa ilaha illallah. Al-fiqh. الفقه نعم الفقه مختصر الإيمان والإيمان والعقيدة العقيدة والإحسان الإحسان والتصوف تصوف تزكية مراتب الإيمان مراتب الإيمان نعم ودرسنا في الإيمان على العقيدة jadi kita punya pelajaran hari ini tentang al-iman. Al-iman terbahagi kepada tiga. Yang pertama sekali ilahiyat. Apa makna ilahiyat? Apa makna ilahiyat? الإلهيات فيه ثلاثة أمور: الواجب، ماذا يجب في حق الله، ماذا يجوز، وماذا يستحيل. الإلهيات terbahagi pada tiga, iaitu apa yang wajib bagi hak Allah, apa yang jais bagi hak Allah, dan apa yang mustahil bagi hak Allah. تقول ماذا إيش معنى واجب؟ Makna wajib bagi Allah adalah الأدلة العقلية والنقلية. نعم. دليل نقلي dan juga دليل عقلي. بالدليل العقلي والنقلي لابد واجب الوجود أن يكون هكذا الله سبحانه وتعالى، يعني وجود صفات لا نستطيع ننكرها وهي الدليل العقلي والنقلي، هذا معنى واجب. معنى واجب adalah dalil akli dan juga dalil nakli yang kita tak boleh mengingkarinya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. ومستحيل ما معناه؟ ضد الواجب. Dan makna mustahil adalah makna yang berlawanan dengan makna wajib bagi Allah, bagi hak Allah. Naam, misalan misal al-wujud hadha sifat wujubiyyah. Contohnya sifat al-wujud, sifat nafsiyah. Yang pertama al-wujud adalah sifat wajib. Wajib adalah sifat wajib bagi hak Allah. Ma madha yastahil, madha dhidduha? Dan apa yang berlawanan dengan makna wujud adalah العدم. ايوه العدم. العدم هو ضد الوجود. القدم مثلا دن بلوانا بقي القدم adalah الفناء. الفناء الفناء نعم. الفناء أنشو. لا الفناء هو عكس البقاء. القدم يعني القدم الحادث. نعم 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 حادث مخالفة للحوادث. دن بلوانا بقي مخالفة للحوادث adalah مماثلة. ما عكسها؟ مماثلة للحوادث. نعم. القيام بالنفس قيام لغيره لا الاحتياج الاحتياج احتياج لغيره يعني. نعم وحدانية العدد التعدد. التعدد أيوة هذه الصفات هذه كم صفة؟ خمسة وواحدة ستة. طيب فعكسها مستحيلة هذا معنى واجب. أيوة والنبوات كذلك فيها ماذا؟ واجب وجائز ومستحيل. والسمعيات السمعيات ما فيها دليل ما فيها دليل عقلي كله دليل ماذا؟ خبر دليل نقلي نعم حسب ما جاء في الخبر. طيب اجلس جزاك الله خير. طيب السلبية لأنها تسلب ضدها فهمت كيف؟ البقاء يسلب ماذا؟ يسلب ال الحادث أو الحديث نعم وهكذا. طيب إيش معنى قدم؟ قدم يعني قديم. ما معنى قديم؟ ليس له بداية باختصار. أيوة فما سوى الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ هو ليس قديم،
وماذا؟ وحادث. لماذا حادث؟ لأنه متغير، والمتغير لابد له من ماذا؟ من صانع. فإذا كل حادث أو كل حديث ماذا؟ يحتاج ها؟ لا الواجبة الكلية هذه الجزئية في المنطق. اللهم صل محمد. العالم حادث، وكل حادث ماذا؟ أو يحتاج لصانع. إذن طب إيش النتيجة؟ دقيقة شوي، تشتت. العالم حادث، وكل حادث متغير، وكل متغير لابد له من صانع. فإذا كل متغير ماذا؟ حادث، وكل حادث لابد له من محدث. نعم. والقديم، القديم ليس له ماذا؟ ليس له. القديم ليس متغير، فلأنه ليس متغير ليس له صانع، فلذا هو صار. فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى ليس بقديم، فماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نعرف الصانع، والصانع هذا كذلك له صانع، فهذا يكون ماذا؟ التسلسل. طيب ما معنى البقاء؟ البقاء أي لا نهاية. نعم، لا نهاية. وما معنى مخالف للحوادث؟ أي ليس كمثل شيء، لا يوافق. نعم، لا يوافق البشر ولا في شيء. يعني حتى لما في القرآن مثلا قال الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير، فنقول نحن نسمع. نحن نسمع، كيف نسمع؟ نحن نسمع في وقت واحد من شخص واحد. نستطيع نسمع من اثنين؟ ممكن نسمع، ولكن لا نميز، صح؟ لو واحد يجلس هنا واحد هنا، اثنين يتكلموا، هذا يقول أنا نزلت إلى عمان ونزلت في سيارة لونها أبيض وإلى آخره، وهذا يقول نفس الشيء. طيب هل أستطيع أنا أن أذكر ماذا قال هذا وماذا قال هذا؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأن التوجه فقط مع واحد، التركيز مع واحد. فإذا الله سبحانه وتعالى ليس فقط اثنين، البشرية كلها، الإنسان، الحيوان، العوالم كلها الحية، الكائنات الحية يسمعها الله سبحانه وتعالى في وقت واحد. إذا ليس كمثل شيء. ثم نحن نسمع بآلات، تعرفون الآلة؟ أنا أريد أكتب، أستطيع أكتب بأصبعي؟ لا أستطيع، أحتاج لآلة. إذا ما هي الآلة؟ القلم. القلم آلة. فنحن نريد نسمع، هل نستطيع نسمع بدون الآلة الأذن؟ لا نستطيع. الله سبحانه وتعالى يسمع بدون آلة. فهمتم كيف؟ هذا المجسم. المجسم قسمان، تعرفون المجسم؟ الذي يقول الله سبحانه وتعالى له جسم. المجسم قسمان، واحد يقول الله سبحانه وتعالى جسم ليس كالأجسام، ويقول الله سبحانه وتعالى له أذن لكن ليس كأذننا، لا نعرف كيف هي. والقسم الآخر هو يقول الله له أذن كأذننا. الذي يقول جسم كجسمنا هذا كافر، يقول له أذن كأذننا كالجسم كأي جسم فهذا كافر. والذي يقول له أذن آلة ولكن ليس كأذننا فهذا ماذا؟ مبتدع، كمثل الوهابية. فهمتم؟ الوهابية ماذا يقولون؟ يقولون الله سبحانه وتعالى جسم ليس كالأجسام. فنحن لا نقول عنهم كفار، ماذا نقول عنهم؟ تعرفون الأحباش؟ الأحباش فرقة من الأشاعرة، وهؤلاء عندهم غلو كثير. فماذا يقولون؟ عندهم مشكلتين. المشكلة الأولى لا يبدعون، كل تكفير يكفر. فهمتم كيف؟ فيقولون المسألة، نحن نقول مثلا الذي عنده أذن الله سبحانه وتعالى، نحن نقول ليس له آلة أصلا. هم يقولون لا، عنده جسم لكن ليس كأجسامنا، فنحن نقول عنهم ماذا؟ مبتدعة. الأحباش يقولون عنهم هؤلاء كفار. ثم هذه مسألة خطيرة، المسألة الأخطر، تعرفون ما هي؟ هم يقولون الذي لا يكفر هذا فهو كذلك كافر، فهم يكفروننا نحن كذلك الأشاعرة. فهمتم المصيبة؟ أيوة. فنحن مذهب معتدل،
مذهب وسطي. نعم، فنقول كما قلنا الله سبحانه وتعالى ليس جسما اصلا. هم يقولون جسم لا كالاجسام، اقول ليس جسما اصلا. فقلنا مخالف للحوادث، اذا انه مخالف للحوادث فاذا كل حادث له جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بحادث. اذا كل صفة موجودة في الحادث فالله سبحانه وتعالى ليست فيه هذه الصفة. وصلت؟ طيب، ثم ماذا قال؟ القيام بالنفس، ماذا مخالفها أو عكسها؟ الاحتياج للغير. الاحتياج للغير، ما في كائن حي يستطيع أن يقوم بنفسه، كل كائن حي مهما كان ولو كان أكبر المخلوقات الحوت فهو يحتاج للغير، أقلها يحتاج لكائن حي آخر حتى يأكله ويعيش، صحيح؟ هذا أقل الاحتياجات. طيب، وأكبر الاحتياجات هو يحتاج لسبب، تعرفون ما هو السبب؟ السبب الوجودي، كيف جاء على الدنيا؟ كيف جاء على الدنيا؟ بسبب أبيه وأمي، صح؟ سبب أبيه وأمه، فهو احتاج لأب واحتاج لأم حتى جاء على الدنيا. فالله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، فهمتم كيف؟ لا محتاج لموجد. ثم وحدانية، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ واحد، وواحد في كل شيء، واحد في ذاته وفي الصفة، واحد في ذاته، الذات واحدة لا تتجزأ الذات، والصفة صفة واحدة لا تتجزأ. فالقدرة قدرة واحدة كما قلنا بالمرة الماضية، المعتزلة أظن يقولون القدرة قدرتان، قدرة لله وقدرة يودعها في خلقه. نعم، فنحن نقول لا، الله سبحانه وتعالى صفاته واحدة. الصفات هذه مثلا الواجبة، هذه صفات صفة واحدة، الإرادة إرادة واحدة ليست إرادتان، فهم يقولون إرادة لله وإرادة يجعلها في خلقه، ويقولون لله علمان، علم له وعلم ماذا؟ فهذا كله تعدد، فنحن ننفي هذا عن الله سبحانه وتعالى ونقول الله سبحانه وتعالى ذات واحدة لا تتجزأ. لماذا؟ لأن الذي يتجزأ هو جسم، والله سبحانه وتعالى ليس جسم، نحن ذات جسمي، ولكن الله سبحانه نحن عندنا وجه، هذا ماذا؟ هذا جزء، اليد جزء، الرجل جزء، الأنف، الأذن، العين، كل هذا ماذا؟ أجزاء، أجزاء لذات واحدة. طيب، فالله سبحانه وتعالى لا يتجزأ. فلو قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذات يتجزأ فأثبتنا لله جسم، لأن أصلاً الجسم هو يجتمع من أعراض، يجتمع من ماذا؟ من جزئيات، فهمتم كيف؟ مثلاً هذا الجسم، الجسم تكون من يد ومن أذن ومن رجل ومن دم مثلاً، وهذه الأشياء كلها جزئيات، فأصبحت ماذا؟ أصبحت جسم. فلو قلنا الله أن الله سبحانه وتعالى جسم يلزم منه أشياء كثيرة، يلزم أن الله له عين، له مثلا يد، له أيوة، وهذه نثبت منها الاحتياج لهذه الأشياء. يعني الدم، ما فائدة الدم في الجسد؟ الإنسان يبقى قوي وحي. فلو قلنا عن الله هكذا فكأن الله يحتاج للدم حتى يبقى قوي، فهمتم كيف؟ فمصيبة لو قلنا أن الله له جسد يلزم منه إثبات أشياء كثيرة. فلذا نحن ماذا؟ من الأساس ننفي الجسد عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى مخالف للخلق وقائم بنفسه وواحد وحي. طيب، ثم هذه كذلك قلنا القدرة، قدرة الله سبحانه وتعالى هنا قال الشارح رحمه الله تعالى قال وقدرة أي وله تعالى قدرة قديمة
باقية واحدة يوجد بها ويعدم، وهي معنى قائم بذاته العلية زائد عليها لا ينفك عنها أيضا. الله سبحانه وتعالى قال: وهو على كل شيء قدير. نعم، هكذا الله سبحانه وتعالى له قدرة. هذه الصفات كلها صفات ماذا؟ صفات قديمة. كما أن الله سبحانه وتعالى ذات قديم، فالله سبحانه وتعالى صفاته كذلك ماذا؟ قديمة. وكذلك العلم كذلك نفس الشيء، والحياة نفس الشيء، والكلام. الكلام هنا مسألة ضرورية، مسألة خلق القرآن سمعتم فيها، هذه دائما يكون فيها النقاش. وسمعتم أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عذب فيها وظلم، ظلموه من؟ المعتزلة. فالخليفة المؤمنين هو كان المأمون، والمأمون ماذا كان؟ معتزلي. فالذين عنده العلماء كلهم ماذا؟ معتزلة. فهم أقنعوه أن عقيدتهم صحيحة، وعقيدة الإمام أحمد وبقية العلماء كلها ماذا؟ كلها على خطأ. حتى أنهم قالوا عن الإمام البخاري كذلك ماذا؟ بدعوه. لماذا؟ لأن الإمام البخاري قال عن القرآن: القرآن المكتوب هو لفظي، وهذا حديث، ليس قديم. الآن نريد نفهم شيء. كلام الله سبحانه وتعالى المكتوب في القرآن أو في التوراة أو في الإنجيل ليست المحرفة، لأن المحرفة هذا من كتابة الخلق. التوراة والإنجيل والزبور اللواتي ليس متحرفة، والقرآن الكريم فهذا في الأصل هو نقول عنه إما لفظا وإما معنى. فاللفظ لفظا فهي الكتابة، الحروف، الأوراق، الأصوات، فهمتم كيف؟ هذا كله ماذا؟ حديث. لماذا حديث؟ لأن هذه الحروف ليست هي التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى، هذه حروف من كتبها؟ الإنسان الكاتب هو الذي كتبها، وهي موجودة في لغة عربية، صحيح ولا لا؟ أيوة. والذي يقرأها بصوته، والصوت ماذا؟ صوت الإنسان هو حديث. لماذا حديث؟ لأن الإنسان لم يكن والصوت لم يكن، الصوت جاء بسبب الجسم. فالآن الجسم ما كان، فالصوت كذلك ما كان، إذن ماذا؟ صفة البقاء هذه ليست موجودة. طيب، وصفة القدم ليست موجودة. طيب، وكذلك الجسم 60 سنة 70 سنة وثم يذهب، ويذهب الصوت معه، فإذا كذلك ماذا؟ ليس فيه البقاء. والله سبحانه وتعالى قديم وباقي، فلا بد أن يكون كلامه قديم وباقي. فلذا الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا: الألفاظ التي تكتب فيها القرآن أو يكتب فيها القرآن، فهذه الألفاظ هي مخلوقة، هي حديثة. لماذا؟ لأن الإنسان هو الذي كتبها، والإنسان ماذا؟ حديث. والمعنى الذي يدل عليه اللفظ، فهذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى قديم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة قديمة، وهي ماذا؟ الكلام، صفة الكلام. فهمتم؟ أيوه. فالمعتزلة ماذا يقول المعتزلة؟ ينفون، أظن، ينفون الكلام، ويقولون الله سبحانه وتعالى أراد معنى ليس هذا المعنى. فالحروف والألفاظ والأصوات تدل على ماذا؟ تدل على المعنى، ولكن ليس هذا المعنى الذي الله سبحانه وتعالى أراده. فلذا القرآن مخلوق، المعتزلة يقولون ماذا؟ مخلوق. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ هم يريدون ينزهون الله سبحانه وتعالى عن الحدوث، فيقولون الكلام حادث، والأصوات حادثة، والحروف حادثة، والله سبحانه وتعالى قديم. فأرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الفخ. تعرفون الفخ أو الحفرة؟ وقعوا في الحفرة. فلذا الله سبحانه وتعالى أو القرآن أو التوراة أو الإنجيل الذي ليس فيها تحريف هي
الحروف وإذا قرأها أحد فالأصوات والكتب كلها حديثة، ولكن المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ وهذا الحرف فهو ماذا؟ هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو القديم. فهمتم؟ طيب، ثم في القصيدة في المنظومة، فتحتم المنظومة، ماذا يقول؟ يقول وعالما جل عن التمثيل. أول شيء قبلها قال وكونه حيا مريدا قادرا. مريد طبعا عندنا صفة كذلك هنا، المريد. المريد إيش معنى مريد؟ أي الله سبحانه وتعالى أراد، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون مثلا، أراد أن تكون الكرة الأرضية فصارت. قبل أن يحدث هذا الشيء أو قبل أن يخلق هذا الشيء يكون هناك ماذا؟ الإرادة. فالله سبحانه وتعالى أراد مثلا هذا الإنسان أن يكون طويل، أراد أن يكون يرى، قصير، سمين، نحيف، أسود، أبيض، هذه كلها بإرادة الله سبحانه وتعالى. فهذه لو الله سبحانه وتعالى ما أراد ذلك ما كان، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى أراد فكان هذا الجسم، كان الجسم وكان العرض، كان تفصيل الجسم. إيش معنى تفصيل الجسم؟ يعني هذا القلم مثلا هذا جسم، الله سبحانه وتعالى أراد فصار هذا ماذا؟ صار في الوجود، صار الجسم. ثم الله سبحانه وتعالى أراد كيف يكون هذا الجسم، فأراد الله سبحانه وتعالى مثلا أن يكون هذا طويل. طيب، وهذا مثلا هذا مثال، ولا في الأصل الله سبحانه وتعالى أودع إرادته في المصنع. فهمتم كيف؟ فجاء المصنع وصنع هكذا. مثلا نحن نريد نضرب مثال على الكائنات الحية، الإنسان، الحيوان، الحشرات، هذه ليس لها صانع، صانع خلق، بل صانعها من؟ خالق. فهمتم كيف؟ فنضرب مثال عليها حتى نفهم. فالله سبحانه وتعالى خلق أو صنع الإنسان بهذه المواصفات، فهذا الإنسان ما كان فخلقه فصار في الوجود. ثم ماذا فعل؟ أراد أن يكون طويلا، أراد أن ينمو، أراد أن يكون أسود، أراد أن يكون أبيض. فهذا معنى الإرادة. ماذا قال في البيت الذي بعده؟ وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل. ما هو التمثيل؟ المماثلة، أي الله سبحانه وتعالى يكون شيء مثله. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قلنا مخالف لماذا؟ للحوادث. الآن هذه الصفات التي يقولها وعالما جل عن التمثيل والطبع والتعليل والتعطيل هي من قسم ماذا؟ المستحيل. فهمتم كيف؟ أيوة، التمثيل فهمناه. طب الطبع إيش معنى الطبع؟ أن الله سبحانه وتعالى موجود ضوء، ضوء. الطبع أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده طبع. ما معنى الطبع؟ الطبيعة. فأنا طبيعتي مثلا أغضب، ماشي؟ طبيعتي لا أغضب، طبيعتي أفرح، طبيعتي أبكي، طبيعتي أضحك. فهمتم كيف؟ هذه كلها طبائع. فوجد جسمي فوجدت ماذا؟ الطبيعة. فالله سبحانه وتعالى ليس هكذا، ليس عنده طبع الله. وعالما جل عن التمثيل والطبع، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وليس له ماذا؟ طبع. وكذلك شيء آخر، بعض الفرق أظن الملحدين هم ماذا يقولون؟ يقولون هذا الكون هو جاء بالطبيعة، جاء بنفسه. فهمتم كيف؟ ننظر ماذا شرح الشارح. قال الطبع أي وتنزه أيضا عن الإيجاد بالطبع بأن تكون ذاته العلية طبيعية لوجود المخلوقات، نشأ عنها المخلوقات من غير اختيار. يعني الله سبحانه وتعالى موجود
ولأنه موجود بسبب وجود لأنه موجود بالطبيعة صار عندنا الكرة الأرضية، فهمتم كيف؟ بوجود الله صار عندنا سماوات، صار عندنا أرض، صار عندنا كائنات حية، شجر، بحر، فهمتم كيف؟ هذا معنى الطبع. فالله سبحانه وتعالى ليس بالطبيعة وجدت، وجد هو، ليس بالطبيعة، الطبيعة أوجدت الله سبحانه وتعالى، بل الله هو الذي أوجد الطبيعة، هو الذي خلق شيء اسمه طبيعة، فهمتم كيف؟ وكذلك جل عن ماذا جل جلاله؟ والتعليل، ما معنى التعليل؟ قال وتنزه عن أن تكون ذاته العلية علة لوجود المخلوقات من غير اختيار منه كما ذهب إليه العلوم كفار. طيب التعليل العلة، بعضهم يقول أن الله سبحانه وتعالى سبب لوجود الكائنات، أي لأن الله موجود موجود سماوات، لأن الله موجود موجود إنسان، لأن سبب، فهمتم كيف؟ يعني كمثل مثلا لو نقول هنا لأن جامعة موتى موجودة أنتم هنا، فجامعة موتى سبب لوجودكم، فهمتم كيف؟ لأن مثلا الشيخ هنا أنتم هنا مثلا، فهمتم كيف؟ فهذا سبب. فالله سبحانه وتعالى ليس موجود فيه هذا التعليل أن العلة، لأن الله موجود المخلوقات والحوادث والعوالم موجودة، فهذا كذلك حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون هكذا. وماذا قال؟ واللون والطعم، اللون كذلك نريد أن نقرأ اللون والطعم، أي وتنزه عن أن يكون له لون كالبياض والسواد ونحوهما، لأنها أعراض تقوم بالأجرام، والله تعالى ليس بجرم ولا عرض. أيوة، هذا معنى اللون. اللون يدل على ماذا؟ يدل على شيء معين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السواد، وهو الذي خلق البياض، وخلق اللون، فلذا الله سبحانه وتعالى منزه عن اللون. وماذا قال كذلك؟ وأيضا عن أن يكون ممن يطعم فيستحسن طعاما أو شرابا حسنا أو يستقبح ضدها، وقال الله سبحانه وتعالى وهو يطعم ولا يطعم. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ لأنه لا يأكل فهو لا يحتاج إلى هذه الأشياء، لا يحتاج إلى التذوق ولا يحتاج إلى الطعام، فالله سبحانه وتعالى غني عن هذا. طيب واللون والطعم وجسم أو عرض، وكذلك الله سبحانه وتعالى ليس له جسم كما قلنا قبل، لأن بالجسم يلزم عندنا أشياء كثيرة، يلزم أن نقول أشياء كثيرة، فلذا الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسم ومنزه كذلك عن العرض. ما هو العرض؟ الوصف للجسم، فهمتم كيف؟ كما قلنا الطول، القصر، السمن، النحافة أو النحف، والضعف، الصحة، كل هذه مواصفات للجسم. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ منزه عن هذه الصفات كلها، أو جسم أو عرض. وما على الله أمور تفترض، بعض المعتزلة هم ماذا يقولون؟ وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، بعض لا أعرف أي فرقة هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى واجب عليه أن يجعل الصلاح للمؤمن، يعني واجب على الله أن الولي يكون ولي، المؤمن يكون مؤمن، الصالح يكون صالح. فنحن نقول ماذا؟ وما على الله أمور تفترض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في أي شيء، يتصرف في ملكه. فالله سبحانه وتعالى خلق فملك فرزق، ما كان شيء فخلق كل شيء، ثم لأنه خلق فهو الذي ملك. كمثل في المصنع مثلا، في المصنع المدير يصنع شيء، فهذا لمن الشيء؟ للمصنع، للصانع. فالله سبحانه وتعالى
صنع وخلق كل المخلوقات. إذا لمن هي؟ هي لله، لملكية الله سبحانه وتعالى، لأنها لملكية الله، فهو جل جلاله توكل في رزقها. الله سبحانه وتعالى يرزق كل المخلوقات، فما خلق وترك، بل خلق وملك ورزق. وما على الله أمور تفترض. ماذا بعدها؟ بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي، هذا إن شاء الله الدرس القادم، طيب؟ لأن فيه بعض الشرح.